السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص عبر قناة الأيام الفضائية اليوم ضيف الحلقة ضيف مميز وشاب عراقي سياسي وصل إلى مناصب مرموقة ووصل إلى منصب محافظ محافظة مهمة وهي واسط نرحب بالدكتور محمد جميل مياحي أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا ومرحبا طبعا قبل ما ابدي الحلقه مع حضرتك طبعا نشكر يعني اليوم نشكركم شخصيا ونشكر اهالي واسط على الحفاوه الكبيره بالاستقبال ما حسينا احنا جايين من بغداد لا حسينا احنا في بيوتنا وبينا اهلنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه شرف كبير انه تشرفونا في محافظه واسط وجود قناه الايام في محافظتنا دليل على اهتمامها و أهمية المحافظة على موقعها الاستراتيجي شرفتونا وواصلت كلها سفرة ممدودة لكم نعتذر زحمناكم إن شاء الله تكون جولة موفقة في محافظتنا ربي يخليك ويحفظك دكتور خلي أبدي وياك اليوم يعني دائما أنا أتابع لقاءاتك الصحفية ولا مع القنوات الفضائية تقول أنا ما أقيم نفسي العالم تقيم عملي أنا أريد اليوم دكتور محمد جميل المياحي يقيم اداءك كمحافظ، انت راضي عن نفسك كاداء منذ عام تقريبا 2018 الى الان 19 19 آه. الى الان، راضي على اداءك كمحافظ رغم كل التحديات والصعوبات. سيد العزيز هو الحقيقه العمل التنفيذي هو مو شيء هين بالنسبه لموقع المحافظ اللي هو بمثابه رئيس وزراء محافظه ورئيس الجمهوريه، موقع اللي الحقيقه الناس تترقب او تتامل من عنده ان ينفذ ويكون متابع لمشاكلها وهمومها وهو قائد للحل وليس جزء من مشكله بالتالي موقع المحافظ بمسؤوليه كبيره اجتماعيه امنيه خدميه انسانيه اداريه بالتالي انه رئيس الوحده الاداريه كل الجهد اللي عمله هو ليس فضل من عنده أنا على مستوى الشخصي اشعر انه ما زلت استطيع ان اقدم اكثر لمحافظتي، والحقيقه على مستوى الشخصي ارى انه ليس من الفروسيه لاي مسؤول ان يبقى في الموقع ولا يقدم شيء جديد. أه. بالتالي بانه تقييم العمل انا الحقيقه اقيم مؤسسه المحافظه. مروا مسؤولين من هذه النوعيه على محافظه واسط؟ والله كل من وظروفه اللي يمر بها لكن انا اعتقد انه الان المحافظه تعمل وليس فقط المحافظ، المهم هذه كيف يعني؟ انا اؤمن بالمؤسسه، مؤسسه المحافظه باذرعها كان ديوان المحافظه باقسامه ان كان الدوائر المركزيه في المحافظه او الفرعيه في الاقضيه والنواحي او الأخرى رؤساء الوحدات الاداريه، كل الان يعرف مهامه ويشتغل. نعم بي يعني التوازن الموجود او انه نوع الصلاحيات او كلاً هو يفرض نفسه بالتالي احنا عندنا قاعده ثابته الصلاحيات تنتزع ولا يمكن ان ننتظر ان تعطى يعني كمحافظة كمحافظ انتظر بغداد يقول لي هيك يروح وهيك مط... يعني ما احقق شيء بالتالي انا اعتقد انه التقييم هو تقييم للمحافظه انا ارى انه المحافظه ناهضه أه. المحافظه ممكن ان تكون محافظه واعده ونتجاوز مرحله الخدمات والبنى التحتيه نذهب الى مشاريع تنميه مستدامه للمحافظه وربما بعض الاشياء الافكار والمشاريع اللي عندنا يجوز البعض يعتبرها ترف سياسي او يعتبرها احلام بالنتيجه انا شخصيا لست من الذين يحلمون بل لدي اهداف و شعاري دائما انا مقاتل لا اترك سلاحي في المعركه بالتالي المعركه اللي هي خدمه اهلي وناسي لابد ان نتقدم خطوه الى الامام في المحافظه والحمد لله تجاوزنا كثير ذلك انا اعتقد تقييم مؤسسه المحافظه انها محافظه ناهضه وممكن يعني من خلال كلامك انت تعتبر نفسك انه جزء من منظومه نعم يعني ما مؤسس الان اي محافظ يجي بعدي يلقى مؤسس صراحه اقول لك يلقى خطه يلقى فريق يلقى رؤيه موحده ويلقى سيستم تعلمنا كل احنا الان نشتغل كل من يعرف مهامه على مستوى البنى التحتيه على مستوى الاداره على مستوى اجتماعاتنا على مستوى قبل كانت مفقوده هذه ال... يعني ما اعرف انا تقييم مو انا اللي اقيم قبل الحقيقه الناس هي تقيم انا راح اكون من أنت ايضا ابن احد احد ابناء المحافظه يعني ظروف ظروف السابقه احنا الظروف اللي مرينا بها ظروف قاهره مع 2019 ربما الحقيقة أصعب من ظروف داعش يعني, يعني أنتم مريتوا في أزمة مثلا أزمة الشارع والتظاهرات من بعد لا, لا أزمة هو أزمة الكوفيد لا أحب لك يا أزمة حقيقية في إنهاء ثقة المواطن في المنظومة السياسية صحيح وإحنا دفعنا ضريبة بالتالي الشعب حتى وان كانت تصرفات هنا او هناك لكن كانت اكو مطالب حقه صحيح للناس وكانت اكو راي عام يريد تغيير ايجابي وهذا التغيير الايجابي اللي ينعكس على الشارع على المدرسه على المركز الصحي على الكهرباء على الماء هذني الناس تريده صح ما رادت الناس لا نووي ولا ناطحات سحاب ولا رادت مترو ولا ترام بالنتيجه هذه الاولويات انا اعتقد انه احنا كمحافظه الحمد لله والشكر عندنا وضوح الرؤيه التخطيط الصحيح يؤدي إلى نتائج سليمة وهذا شعارنا ومنهجنا في المحافظة وزارة التخطيط أعلنت أنه محافظة واسط ترتيبها الثالث من حيث الأعمار ممكن قبلها تكون محافظة البصرة وأيضا محافظة الأنبار ترتيب ثالث من أصل 15 محافظة يعني ما نحسب محافظات أقليم كردستان تعتبروا إنجاز ورقم جيد أو طموحات تكون طموحات تكونون الأول ممكن يعني من المهم انه المتخصص في تقييم العمل الفني والاداري ان يقيم حجم الالتزام المالي وحجم الانجاز المالي اذا قيمنا حجم الالتزام المالي على التقييم او الانجاز المالي راح نطلع المحافظه الاولى بمعنى الان اذا احسب التخصيصات الماليه الالتزام المالي لمحافظه البصره يمكن خمسه اضعاف المشاريع الموجوده في واسط وكذلك الانبار يعني موازنات واضحه عن يعني الانبار اكثر من موازنه عندهم صندوق الاعمار وتفاصيل اخرى بالنتيجه هذا الانجاز اللي يتحقق ما كان يتحقق لو ما كانت اكو منظومه عمل منسجمه وعدها وضوح في الرؤيه ورابطين الليل بالنهار حتى نحقق الانجاز طموحنا انه نتميز احنا ناجحين لكن احنا نذهب الى التميز وعدنا تحدي هذه السنه نعم احنا هذه السنه نريد ننافس على المرتبه الاولى أه. ومن الان شادين حزام انه احنا هذه الثقة. نعم الان احنا را... خطتنا انه نريد نوصل الى نسبه انجاز مالي يصل الى 150% صراحه أه. وعدنا وعندنا امكانيه كوادرنا الهندسيه صارت عندهم خبره احنا صارت عندنا خبره بدايه المشاريع شركاتنا الان بدات شويه تتعافى مو مثل 2018 19 كانت خاسره الشركات وكانت متوقفه اكثر من خمس سنوات بسبب داعش واغلب المقاولين مطلوبين بعض الشركات تهيكلت الان لا الدوله صفت حساباتهم وانطينا استحقاقاتهم وانطيناهم شغل نتيجه هالشركات تريدها تكبر. الشركات كلها من محافظه واسط؟ لا تقريبا أهل. نسبه 75% من واسط وانا شخصيا لو كان القرار لي لن اعطي مشروع الا لابناء المحافظه. لا اقرار لمن؟ تعليمات مناقصه عامه يدخل بها اي م... اي شخص يمكن. ومشكلتنا الحقيقيه في بعض المشاريع المتلكة انه بعض الشركات اللي هي اسمها بالورق شركه لكن هي بالواقع انه يتم بيع المو... اليوم حتى يفهم المشروع. المواطن ويفهم ابن محافظه واسط، اليوم بصفتك يعني تعتبر رئيس وزراء محافظه واسط، رئيس اللجنه الامنيه، الزراعيه، الخدمات وغيرها من كل هذه الامور. ليش انه يفرض عليك انه انت تقول انا اتمنى انه 100% تكون الشركات قانون مو يفرض هو قانون انه مناقصه عامه، المناقصه العامه يدخل بها من اي حتى من خارج العراق يجي يدخل، بعض الشركات تجينا من الكويت، من تركيا تجي تقدم على عطاء اي عطاء قيمته 10 مليار 20 مليار ما تقدر تستبعدها من الناحيه القانونيه يعني انا اعرف هاي الشركه مو زينه، لكن هو اوراقه مرتبها. ويعرفون اصحاب الاختصاص وساده قانونيين والمهندسين احنا هاي مشكلتنا حقيقيه انه انا رئيس جهه تعاقد اتحمل مسؤوليه المشروع انا اذهب الى الشركه الجيده حتى تنفذ وعندنا شركات جيده الان في واسطه الحمد لله بدات عندنا تقريبا اكثر من مئة شركه انه بدات تنهض و عندها اعمال حقيقيه على ارض الواقع. لا، الشركات المتلكه عندكم القدره القانونيه كمحافظ واسط محاسبتها نعم حاسبها مثل وين توصل العقوبه يعني؟ تدخل هذا النقاط من, من سوداء احنا كثير من الشركات سحبنا العمل منه واخذنا اجر المثل منهم واخذنا انه الاجراءات قانونيه رادعه وأنه انه اجراءاتنا ماشيه وكثير من الشركات السيئه او شركات غير الجيده اللي شوهت سمعتنا، شركه تجي تطيب مقاوله اغلبها في اوقات سابقه يعني مشاريع سابقه تم احيل الها ولكن انه هذه الشركات احنا سحبنا العمل من عتا وادخلت ضمن القائمه السوداء ومؤشره في كل العراق. يعني سياده المحافظ يعني ايضا تكلمت قبل قليل على موضوع الميزانيه، ميزانيه المحافظه وقلت يعني ممكن البصره خمس اضعاف او الانبار ايضا عندها اكثر من ميزانيه، كيف توزع الميزانيات؟ هل حسب مثلا الكثافه السكانيه او حسب احتياجات المحافظه او حسب مساحه المحافظه؟ سؤال مهم جدا، انا اعتقد اكو خلل بنيوي في هذا الموضوع. موضوع التوزيع الموازنات بين المحافظات هو يعتمد على العدد السكان صحيح نسبة السكانية وهذا خطأ اليوم أنا واسط اللي هي تقريبا مساحتها قد محافظة البصرة تقريبا نفس أكبر محافظة نعم ونفس مساحة تقريبا الناصرية وأيضا الواسط هي أكبر من ثلاث محافظات مجتمعة في الفرات الأوسط يعني أكبر من الحلة وكربلاء وأيضا بغداد صحيح انا احسب مو على عدد السكان انا احسب على خطوط الكهرباء الممتده لاكثر من 300 كيلو احسب على خطوط الماء اللي تمتد في بعض الاماكن لاكثر من 100 كيلو احسب على الطرق اكثر من 1500 كيلو طرق ثانويه اكثر من 5000 طرق رئيسيه وطرق ريفيه بالتالي هذه كلها تحتاج خدمات اليوم انا اتمنى الناس كلهم مجموعين في مساحه صغيره حتى اقدر اخدمهم. في واسط اكثر من ألف قريه 19 وحده اداريه أه. فهذا كم الهائل من الجهد يشتت اي نعم هو التجمعات السكانيه غير منتظمه. التجمعات القريه تريد مدرسه، تريد كهرباء، تريد ماء، تريد طرق. وانا اليوم مو فقط في المدينه اعمل، هذا التوزيع يجب ان يراعي المساحه والمحرومين. مهم جدا انه اخواننا في مجلس النواب يكون مراعاة يكون انه نوزع الموارد، ليش هسه الان يقول والله انتم محافظاتنا منكوبه محافظات الوسط والجنوب ما جاي تنهض لانه ماكو استمراريه في المشاريع. مشروع مجاري تحيله السنه بعد خمس سنوات يلا تقدر تحيل مشروع بنى تحتيه تكميليه وهذا يصيبه اندثار وصيبه مشاكل وصيبه كذا. فانا اعتقد انه الان المحافظات موجهه انا عن واسط اتحدث بثقه تامه. انه احنا في غضون سنتين راح ننهي ملف الخدمات الاساسيه في عموم المحافظه. نعم. 19 وحده اداريه راح نقفل شبكه الصرف الصحي والطرق الداخليه ل 19 وحده اداريه في غضون جاس. سنتين اذا السنه انطونا موازنه والسنه الاخرى. يبقى السنوات اللي تجي اللي احنا خالين شعارنا واسط 20 25. أه. واسط 20 نقطه الشروع 20 نقطه تحقيق الهدف 25 هذه السنوات الخمسه انه ننهي ملف البنى التحتيه حتى نذهب في واسط الى المحافظه الواعده، شنو المواعده؟ هل هي حلم؟ هل هي امنيه؟ لا، هو برنامج علمي ان تكون واسط محافظه واعده زراعيا واستثمار في الطاقه وايضا في النقل في السكك الحديديه. سياده المحافظ يعني مثل انت من خليت نقطه انه من الف من 20 الى 25 يعني احنا تعرف في بلد ديمقراطي ممكن مو مو حضرتك تكون محافظ هل تتوقع انه ال... اللي حيكون في محلك كمحافظ واصل ومن الجهه السياسيه مثلا كانت انه ما ما مقتنعه بادائك مثلا عذرا لهذا الكلام راح تكمل على نفس خططك؟ احنا هو مشكلتنا بالعراق هذه منه احنا اهل يجي ينهي القبلة نعم اذا اكو اساس صحيح امشي عليه ان كان مني او من غيري بالنتيجة احنا لا نشخصن الوزارات ولا المحافظات ولا المواقع الحكومية اكو فرق بين الحزب كمؤسسة وبين مؤسسات الدولة بمعنى اذا انا كنت محافظ لهذا الحزب هل المحافظة تكون لجهة فو... فلانية ام الشخص من الجهة الفلانية هل الوزير هذه الوزارة للوزير أم للحزب فأحنا عندنا أزمة فهم الحقيقة في هذا الموضوع أنا اليوم موظف حكومي حتى وإن كان عندي ولاء سياسي أو طموح سياسي وأسس كمؤسسة بنتحدث أنا في بداية الكلام قلت لك إحنا نأسس مؤسسة عندنا برنامج علمي ما نشتغل فزعة خليجي الان اي واحد يقعد يمي يقول يا شو تريد تسوون بالمدارس؟ يابا نقولها بالمدارس هيك سنه راح نخلصها. البنى التحتيه شبكات المجاري الثقيله ومياه الامطار احنا هذه الشبكات عندنا هذه اطوالها هذه وحدات المعالجه هيك نحتاج هيك كذا ذن شغلنا الان هل قد مشاريعنا الان احنا 200 وس... تقريبا 760 مشروع في العمل من 2020 الى الان احنا عابرين تقريبا 300 مشروع تم انجازه بين مدارس بين البنى التحتيه بين طرق خطتنا الخاليه الان الان مشاريعنا المفتوحه مع خطه 23 احنا ننجز ما يقارب 90% من البنى التحتيه الاساسيه. اقصد بالاساسيه اللي هي داخل تصميم الاساس لكل مدينه اللي هي شبكات المجاري ثقيله امطار اعمال بلديه كهرباء ماء اتصالات، هاي الخدمات الخمسه الرئيسيه. عندنا وين المشكله الاساسيه؟ اريد اعرف التحديات والمشاكل اللي قاعد تواجهكم يا التحديات اعتقد هي ثلاث تحديات اساسيه نعم الطرق الخارجيه اللي هي طرق موت وهي الحقيقه ما زالت هي ضمن صلاحيات وزاره الاسكان والعمار يعني احنا كمحافظات حدودنا داخل حدود البلديه خارج حدود البلديه الطرق الخارجيه هي ما زالت صلاحيه وزاره الاسكان والعمار اداره وتاهيل وصيانه واضافه الى محطات الوزن واضافه الى انه احنا مسؤوليتنا الطرق الريفيه لكن الطرق الخارجية الثانوية والرئيسية هي ما زالت هي في هيئة الطرق العامة ولو تم تخصيصات جيدة لنهضت الوزارة في عبء هذا التحدي الطرق الخارجية التحدي الثاني المستشفيات والمراكز الصحية وأيضا هي هذه إدارة اتحادية لها وزارة الصحة واليوم كان عندنا أيضا السيد وزير الصحة والحقيقة أعتقد أن وزارة الصحة الآن بها نهضة انه تنظم اوضاعها لوجستيا اداريا فنيا ودعم قطاع الصحه. ايضا عندنا التحدي الثالث هو المدارس. نعم طبعا اكيد راح نشرح بهذه التحديات وراح نتكلم عليها بالتفصيل. طبعا حبة المشاهدين لقاءنا مستمر ولكن بعد هذا الفاصل قصير. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا الخاصة لهذا اليوم مع محافظ واسط دكتور محمد جميل مياحي أهلا وسهلا بك من جديد دكتور وقفنا عند ثلاث تحديات قلت التحدي الأول هو الطرق الخارجية اللي هو مو من مسؤوليتكم إذا هو يعني مو من مسؤولية اليوم المحافظ أو كمحافظ ليش خليته تحدي لكم تحدي وأنا كجهة يعني هي متضررة الناس تشوف محافظ ما تشوف صلاحيات وزاره تشوف كذا ذلك التحديات اللي ثلاثه وظيف لي التحدي الرابع اللي هي الطرق الخارجيه المستشفيات والمراكز الصحيه المدارس والكهرباء هذا رابع ايوه اربعه شتي. هنا ملفات تحاديه نعم بالنتيجه الحقيقه انا اشوف من التجربه ما ممكن نجاح الوزارات اذا ما كان هناك تعاون وعمل كفريق واحد مع المحافظات وهذا توجه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد السوداني الحقيقه منهجه انه نعمل فريق واحد ما قبل السيد ط... السوداني كان ماكو تعاون؟ يعني كانت الهيئه التنسيقيه العليا للمحافظات غير مفعله، الان السيد السوداني انه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم كل شهر احنا نجتمع أه. قبل كنا كل ستة اشهر نجتمع او سنه ومره اخر مره سنتين احنا ما مجتمعين وكان... والان قرارات قرارات الهيئه التنسيقيه العليا قرارات ملزمه على حال, حال مجلس الوزراء فهذا انا اعتقد انه ايجابي جدا وسيد رئيس الوزراء ايضا رجل تنفيذي سابق يعني يعرف معاناه المحافظات والان هو يعطي زخم للمحافظين ويمكن المحافظين لكن علينا ان نستثمر هذه الفرصه بوجود هذه الحكومه نعم. انه ننمي محافظاتنا ونزيل هذه التحديات على موضوع الطرق يعني انا من يمكن من النوادر ازور محافظه واسط والبارحه تشرفت بوصولي لهذه المحافظه حقيقة شفت يعني مثلا شارع المحافظة الجعفرية في فلكة الهاوية او في الحاوي او كورنيش الجامع يعني عذرا غلطت بهذا الاسم ما دائما حفظه يعني حقيقة شفت اشياء جميلة جدا تطوير كبير جدا بالمشاريع بالشوارع بالانارة يعني هذا كل من مجهودات اليوم المحافظة نعم وخلال جد أنجز هذا الموضوع الحقيقة الآن نهضة كبيرة في مركز مدينة الكوت وكل الأقضية والنواح ثم ذكرت لك الآن إحنا أكثر من 760 مشروع يعمل يعني بالتحديد يعني بالأسماء والمناطق وأغلبها بنى تحتية مدينة الكوت إن شاء الله أنه نهاية هذه السنة ستكون في حلة جديدة تكون أنه مثل خلينا نسميها بالشاب الوسيم أه. الكوت جميلة يحتضنها دجلة يعني مثلك لا أنا أحوشها بالكوت أحوش 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 أحسن من عندي من <applause> عندي <تصفيق> فبالتالي أنه أنا أعتقد أنه الكوت الآن بدت أنه تظهر جمالها صح. الحقيقي لكن نحتاج الناس المساعدنا هذه البنى التحتية تحتاج دامه تحتاج الحفاظ عليها تحدث بعض المشاكل لكن انا اعتقد انه نهاية هذه السنة اجزم ان الكود ستكون اجمل مركز محافظة في محافظاتنا أه. على مستوى العراق لا لا تحدي كبير جدا ان شاء الله يا رب ان شاء الله تنجحون بهذا الموضوع نذهب الى التحدي الثاني اليوم أنا كنت كانت هناك زيارة من معالي وزير الصحة الى محافظة واسط واتحضرتك كنت في استقباله يعني كانت أول زيارة لحضراتكم رحت إلى المستشفى اللي معروف عامياً أو مجتمعياً بكل المحافظات مستشفى التركي وشاهدنا غضب من حضرتك وغضب من معالي الوزير حول الأداء بالمجمع العام تأخر كبير جداً أيضاً أنا سألت شخصياً الوزير الصحة يعني ذكرت له محافظة هو ذكرها سابقاً كنا في زيارة مع حضرته خلي أذكرها يعني كانت محافظة كربلاء المقدسة اللي وصف وصفه انه من المحافظات المتقدمه صحيا بالعراق. فسالته قلت له واسط يعني نقدر نخلي لها اي مرتبه؟ قال يعني بهذا النص قال تحرجني بهذا السؤال. كان يعني ما راضي عن اداء القطاع الصحي قال يحتاج الى عمل كبير. ليش هذا التاخر الكبير بالقطاع الصحي في محافظه واسط؟ انا اعتقد انه منظومه الصحه في كل العراق خلال السنوات العشر الماضية عانت ارباك اداري كبير وعدم استقرار وزارة الصحة وتداعيات كورونا اثرت بشكل مباشر اضافة الى وزارة الصحة والكهرباء تحتاج موازنة سنوية اذا الموازنة تاخرت شهر راح تشوف الاثر مالتها خلال اسبوع يبين الادوية ما تتحمل تاجيل المستلزمات الصحية ما تتحمل تاجيل الاجهزه الصحيه ما تتحمل تاجيل. اضافه للكهرباء ايضا التزامات الغاز وما شابه ايضا والصيانه. هذا موازنتنا الان اذا نجحنا ب 19 موازنه راحت بسبب التظاهرات. 20 ماكو موازنه كورونا. 21 اجت موازنه مجتزئه يعني ما كانت انه اسعار يعني تخصيصات جيده. 22 الامن الغذائي وتفاصيله و انه ايضا ما كان موازنه. اليوم ايضا احنا 23 والان احنا بالربع الاول من السنه ولحد الان ما تبينت معالم الموازنه، كله إثر علينا وخاصه قطاع الصحه. نحتاج انه اموال اضافه الى انه لحد الان احنا عندنا مشكله اداريه تنظيميه وخاصه في موضوع الان رؤيه الصحه انه تذهب الى قانون الضمان الصحي وهو مهم. صحيح. احنا لابد ان تكون عندنا البطاقه الصحيه، لابد أن ننظم هذا الملف. على مستوى الابنيه الحكوميه عندنا مشكله حقيقيه، احدث مستشفى 1984 في واسط. المؤسسات منهاره تماما، احنا جايين نساعد. احدث مستشفى بال 84؟ نعم، وزاره الصحه من 84 الى الان لم تسعة 39 سنه. نعم. فهذه مشكله حقيقيه. ايضا انه انت الان انت المستشفى التركي اللي احنا اليوم زرناه. صح. يعني الشركه روح شركة نقول إحنا أجنبية بعض الدول في عشر سنوات تبني مدينة كاملة صحيح إحنا مستشفى صار عشر سنوات ما قادرين نبني ليش؟ لأنه هذه الشركة من أسوأ الشركات من اللي اجت في شركة تركية ماخذة تقريبا ثمان مستشفيات بالعراق والآن السيد الوزير مبتلي حقيقة اقول لك تعاقدات سابقة شو يريد يسوي؟ لا سيادة المحافظ أذراً يعني مثلا لما نشاهد المستشفى التركي في كربلاء افتتح. اي مو هذا نسبة الانجاز ليش في واسط؟ مو هو نعم واسط نسبة الانجاز 31 32% واسط وعندنا ثلاث مستشفيات اخرى نفس نسبة الانجاز. فانا اعتقد اليوم وجود السيد الوزير راح يدفع عجلة النهوض في بناء المستشفى. ونحن حكومة محلية مستعدين للمساعدة بكل كوادرنا. ونعطي مهله لل... لل عرفنا صار اجتماع حضرتك مع معالي وزير الصحه نقدر نعرف يعني وضعت نعم وضعت رؤيه انه خارطه عمل للتنسيق وحل المشاكل ومحافظه مستعده للدعم بكل الامكانات الماديه الهندسيه لاستقرار القطاع الصحي في المحافظه وكوادرنا جيده عندنا اطباء ممتازين فبالنتيجه انه ما تنقصنا الكوادر والكفاءات واسط فيها كفاءات كبيره في قطاع الصحه نحتاج استقرار الوزارة وبسط اليد للسيد الوزير وأن يجري تغييرات جوهرية في المفاصل المهمة التي الحقيقة ما زالت تعيش الروتين في الوزارة أحد التحديات التي تواجهها محافظة واسط وأيضا أنت كمحافظ هو نقص المدارس اللي نتكلم عنها تقريبا 250 مدرسة أو أكثر نعم في 2020 كان عندنا عجز في المدارس تقريبا 450 مدرسه. الان المدارس المفتوح العمل بها واللي انجزت الان الفجوه عندنا 177 مدرسه. جيد نعم خلص يعني ان شاء الله م. احنا خالين خطتنا انه سنه 25 ان شاء الله ما يبقى عندنا ازدواج ثلاثي نهائيا ولا يبقى عندنا مدارس كرفانيه ولا يبقى عندنا مدارس أيل للسقوط ان شاء الله. بس اكو ازدواج ثنائي. ثنائي طبيعي يعني مو في المشكله الازدواج الثنائي. صباحي مسائي ماكو مشكله هي مدرسه يعني كمعدلات مثل ما نقول انه الغرفه او الصف الواحد كم طالب يعني هو هذا العالج الاكتظاظ بالضبط خلينا بخطتنا انه اضافه ملاحق صفوف لبعض المدارس توسعت بعض الابنيه وايضا انشاء مثلا بعض المدارس انه مدرسه الشطر نروح نبني مدرسه اخرى ويكون شطر بها تصير مدرستي اللي عاداتها كثيره اكو اكو مشروع موضوع المدارس بالاتفاقيه الصينيه نعم. اكو حصه لمحافظه نعم الان واسط تقريبا المدارس اللي هي قيد الانشاء تصل الى 200 مدرسه ان شاء الله مجرد انه نهايه 24 تكمل كلها جيد مشاريع محافظه مشاريع وزاره ومشاريع الاتفاقيه العراقيه الصينيه اللي عددها 48 مدرسه كلها تصل الى 200 مدرسه راح تعزز يبقى عندنا الفجوة الآن إحنا خالين بخطتنا محضرين 200 مدرسة 200 مدرسة نعم 200 أرض نريد نبني 200 مدرسة أضافية وتقريبا عندنا أيضا 200 مدرسة ندخلها في الترميم والتأهيل والصيانة المدارس تحتاج سنويا أنه نعيد الترميم والصيانة لها اها الترميم والصيانه يعني اليوم مثلا لما اي محافظ لمحافظه عراقيه يطلب عدد من المدارس انه هو يقدم طلب مثلا الى مجلس الوزراء حسب الموازنه الان المهم انه الموازنه الاتحاديه اصبح فيها انه بناء المدارس اتحادي أي اكو وجبه اخرى من مبادره بناء الاتفاقيه العراقيه الصينيه بناء المدارس ممكن هذه الوجبه تكون 3000 مدرسه نطمح ان تكون حصتنا بها لا تقل عن 200 مدرسه حقيقه احنا ظلمنا في 48 مدرسه لا تتناسب مع حاجتنا لكن في الظروف اللي مرينا بها يعني كان اكو عدم متابعه في وقتها. اليوم الحمد لله والشكر انه احنا مهيئين اي مبادره في بناء مدارس، احنا جاهزين بشكل تام مخططاتنا وكشوفاتنا والاراضي المخصصه لفك كل مشاكل المدارس في عموم المحافظه. نعم، دكتور يعني اليوم ايضا نرجع لموضوع الميزانيه، حتى نعرف وانا ايضا اعرف اليوم حتى ابناء واسط يعرفون انتوا ايش قد تحتاجون ميزانيه سنويه؟ وايش قد قاعد توصل لكم؟ يعني الحقيقة أنه الموازنة السنوية على مدار السنوات الماضية أنه هي لا تتناسب مع حاجة المحافظة سوى ب 30% لا تغطي 30% من حاجة المحافظة فعليا نعم حقيقه على يعني الرقم ايش قد انتم محتاجين نحتاج يعني احنا على ما يقل انه سنويا الى 600 مليار حقيقة انه حتى نغطي كل المشاريع الاستراتيجيه وتمويلها وادارتها وفتح مشاريع استراتيجيه الان احنا مثلا محتاجين عشر مستشفيات يعني يعني, يعني ما واصلتوا بالسنه الواحده تريدون نص مليار دولار لا ما عندنا ما يعني لا يعني رقم بس يعني 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 مقارنه بالميزانيه العراقيه لا احنا الان فقط اذا ينطونا تريليون ونصف اللي هي مستحقاتنا من بترو دولار راح ننهي ازمه المدارس والمستشفيات والجسور تخطونا تريليون ونص عندنا ثلاث مشاريع استراتيجيه جسور نحتاج اربعه الان بشكل حاكم نحتاج الى 200 مدرسه نحتاج الى تقريبا خمس مستشفيات بين 100 سرير بين 50 سرير يعني نقدر احنا ننفذ على مستوى استراتيجي نحتاج 10 مستشفيات فالتريليون ونص احنا نغطي ذن كله خليطونا مستحقاتنا احنا رأسا نفتح بين مشاريع ممتاز ان شاء الله يا رب طبعا عندي يعني سؤال يعني ممكن انه توقع للمستقبل نقدر نعتبره او شيء وانت اليوم يعني يعني نقدر نعتبر انه محافظ لمحافظه مهمه مثل آه واسط تتوقع اكو انتخابات لمجالس المحافظات؟ والله من الضروره ان تقام انتخابات مجالس المحافظات لانه بغض النظر عن وجهه نظر الشخصيه باعضاء مجالس المحافظات لكن كمجالس محافظات كمؤسسه يجب ان يتم اجراء الانتخابات وهي ضمن اولويات السيد رئيس مجلس الوزراء وضمن البرنامج الحكومي لكن علينا ان نروح نعدل في قانون المحافظات قبل ما تكمل هذه النقطه يعني انا سامع من الكثير من المحافظين وحضرتك من ضمنهم يعني دائما عندهم انه اشكاليه من اعضاء مجالس المحافظات أن يقولون من توقف عملهم حسينا بحريه أكثر. صح يقول؟ يقول الان الامور تايهه ماكو ما مجالس محافظات، من يراقب المحافظ؟ ادري هو المحافظ تايه مثلا، اكو رقابه ماليه، نزاهه، مجلس النواب، اكو واحد الان يصرف الف دينار اذا ما هو ضمن السياقات مو بكيفي. مجالس المحافظات بعد 2010 تحولت الى مجالس سياسيه. خل اروح لك الى ابعد. حزب سين وصاد صارت عندهم مشكله بالبصره. خربت كل التحالفات بالمحافظات قالوا محافظة هنا ومحافظة هناك صارت مشكلة في كربلاء صارت مشكلة في بغداد تنعكس على الوضع السياسي حتى لو كان المحافظ ناجح نعم نا ما له علاقة ولحد الآن البعض يعني يرد الثار بغير محافظة هو بغير هو صارت وتقريبا احنا من 2013 آخر دورة للمجالس المحافظة دائما أذكر أكثر من 50 محافظ ل 15 محافظة خلال تقريبا سبع سنوات او اكثر اكثر من 50 محافظ بعض المحافظات عشر محافظين يعني بمعدل كل محافظه اربع محافظين ونص <تقريب> بعض المحافظات عشر محافظين نعم. جاء في ان واحد كل ثلاثة اشهر تبدل محافظ شلون تصير استقرار؟ بعض المحافظين خطيه يروح طب اربعه خمسه اعضاء من محافظه يختلفوا وياهم على وجهه نظر معينه على مدري شنو جمعوا تواقيع عقاله مو هيك الان لا نعم. يجب ان نحدد الصلاحيات، على أه. المجالس يعني انت مع عوده المجال نعم عوده الانتخابات مؤسسة دستوريه ولكن بي... بي... المجالس مؤسسه دستوريه اذا اريد نروح نعدل الدستور ينتخب المحافظ بشكل مباشر، نروح الى المجالس التنفيذيه بدل المجالس والمحافظات هذا نظام أه. عالمي انتخاب المحافظ بصوره مباشره يعني من ويشكل مجلس تنفيذي إيش مجلس وزراء فرضا صار انتخاب مباشر للمحافظ افضل حتى تكون عنده حصانه شعبيه فرضا صارت الان في واسط ما تصير هسه فرضا ما تصير دستوريا إيه مق... ما تصير إيه نتخيل صارت انه مباشره اليوم اهالي واسط ينتخبون محافظة اهالي البصره ينتخبون محافظ، اهالي بغداد ينتخبون محافظ حاليا لو صارت بعد شهر ايش تتوقع بنسبه بالمي... مئويه تحصل من؟ ما ادري من يقول ارشح انا اصلا حتى انا اتوقع بالنتيجة أقول أنه الناس من تجي تختار بشكل مباشر راح يتحمل المسؤولية بشكل مباشر واللي يكون أيضا عنده حصانة هذا الشخص فأنا أعتقد أنه الآن إحنا عندنا خلل في هذا المجال لكن المجالس مؤسسة دستورية الآن أكو تعديل القانون نحدد الصلاحيات وأحد المقترحات اللي موجودة أنه غالة المحافظ إلا بمصادقة مجلس النواب يخلون فقرة حتى ينتهي موضوع انه كل خمسه أو كل سته يوميا مغيرين المحافظين والمحافظات ما مستقره وتحولت المحافظ الان هو ترى مسؤول خدمي مجالس المحافظات مجالس خدميه حكومات مصغره لكن تدري الطابع السياسي وعدم استقرار في العراق وصارت الى تجاذبات والمواطن دفع ضريبته الان انت مرتاحه تشتغل المحافظ يعد الخطه هو ينفذها مجلس النواب يراقب وزاره التخطيط تراقب لكنه كان اكو تدافع على الخدمات اكو مشكله تعطيل اكو كانت موجوده صراحه اقول لك اياها وهيمن على بعض الدوائر كانت موجوده لكن انه اصل الموضوع يحتاج لانه تنظيم واداره يعني حتى نفهم انه مهام مجالس المحافظات هي مجالس خدميه نعم. لا مجالس سياسيه اكيد مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم وحبة المشاهدين مكملين لقائنا الخاص وأقعدنا اسئله مهمه وكثيرة جدا ابقوا يعني رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم دكتور رحبيك بيك بالجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم يعني دائما اليوم اكو مصطلح يذكر ودراسات ان واسط عاصمه العراق الزراعي وهذا حق مشروع العاصمه الاولى بالانتاج الزراعي الاستراتيجيه تربيه الثروه الحيوانيه وغيرها من هذا الموضوع ولكن ايضا تعاني من بعض المشاكل اليوم لما نذكر هور الدلمج هذا الهور اللي جزء منه كبير جدا في محافظه واسط والجزء الحيوي نقدر نقول به طلعت بعدة تصريحات إعلامية قلت أكو بي مشاكل شنو اليوم أهم المشاكل اللي تواجهكم بموضوعة استثماره بصورة حقيقية أو تطويره أو غيره الحقيقة ملف الزراعة الحقيقة ممكن وسط أن تكون هي مصدر أساسي للثروة الاقتصادية في العراق خاصة في مجال الزراعة الثروة الحيوانية أيضا الأسماك صحيح. بيض المائده الدجاج يعني الحقيقه كل الان احنا في هذا المجال القطاع الخاص نجح نجاح كبير صحيح رغم انه قله الدعم الحكومي وربما بعض الاجراءات اللي هي الحقيقه دفع الفلاح خاصة اصحاب القطاع الخاص في الثروه الحيوانيه دفعوا ضريبه كبيره فهل. الحدود مفتوحه الاسمده غير متوفره الاسعار المتذبذبه لتسويق آه الحبوب آه انا اعتقد بانه الان الحمد لله احنا دن آه نطرح ونسوق موضوع واسط عاصمه العراق الزراعيه السيد رئيس الجمهورية الموقر ايضا تبنى هذا المقترح قدمنا دراسه واضحه احنا في صدد اقامه مؤتمر وطني وربما دولي انه آه لتسويق واسط امكاناتها في واسط 6 مليون دونم صالح للزراعه في واسط دجله يمر من 330 كيلو اطول مسافه في العراق <applause> يعني هو صحيح. هو يخترق جسد المحافظه صحيح. من الشمال الى الجنوب في واسط الغراف في واسط انهر مئات الانهر الفرعيه واسط مدينه القصب هي تاريخيا موقعها استراتيجي على مس كانت هي محطه للقوافل من الهند وافغانستان وايران <applause> وهي نقطة جزء التقاء. من طريق الحرير السابق نعم هي نعم. نقطة والتقاء بين الكوفة والبصرة والنهروان صح فموقعها الجوسياسي استراتيجيا انطاها ميزة انهم مدينة كانت هي مدينة خضراء كان دجلة مو مثل ما موجود أكيد. الان مدن كان بس. هو عبارة عن مسطحات المياه في يمين ويسار نهر دجلة بشكل تام وتاريخ يعني حدثنا انه هذه مدينه جميله آه، انها كانت فيها افضل انواع المزارع والاشجار واشجار النخيل والبساتين نعم. وبساتين بدرة نتحدث عنها والتمور أكيد. فهذا انا اعتقد ليش نريد نقول احنا مبادره واسط عاصمه العراق الزراعيه؟ نريد لها امكانات خاصه وعندنا من اهم الاشياء اللي لا بد لابد انه على الدوله ان ترعاها الحصص المائيه يجب ان توزع على الانتاجيه لا توزع على المساحه والكثافه ممكن ما بها انتاج يعني من اوزع الحصه المائيه على الانتاجيه انا واسط انتج مثلا مليون طن مليون طن حنطه نعم وغيري ينتج مئة ألف طن فهل أنطي أبو المئة ألف مثل ما أنطي المليون بعض المحافظات هو انتاجه لا يساوي شعبه من شعب زراعة واسط لكنه يأخذ حصة مائية بقد واسط فهذه مشكلة حقيقية في فلسفة الدرب في هذا الموضوع سيادة المحافظة عذرا خلي أبدأ بالهور الدلمج اللي نعم هور الدلمج شنو مشكلة الحقيقة الهور الدلمج هو من أفضل وأروع الفرص الاستثمارية السياحية وأيضا في الثروة الحيوانية لكن هو الآن الحقيقة تداخلات وهناك من يسيطر على الهور وممكن أن يطرح فرصة استثمارية في الحكومة السابقة على وشك أن يطرح وتم إيقافه بضغوطات معينة والحكومة اللي قبلها والقبلها الآن الهور هو مؤجر والإيجار رمزي وهو إنتاج اليومي من الأسماك يصدر حتى لدول الخليج من أفضل الأسماك في العراق هي في هور الدلمش يوصل إلى الخليج نعم بعشرات الاطنان يصدر اضافه من افضل الطيور تجدها في هور الدلمج تربيه الجاموس من افضل الاماكن لتربيه الجاموس هو هور الدلمج بالنتيجه اضافه لموقع السياحي الان نروح يوم جمعه يوم عطله تلقى العوائل الاهالي رغم انه خاصه م... بهيك أجواء نعم بي... يفتقر للبنى التحتيه فكرتنا ان يكون سياحي صناعي يكون بمعامل للالبان ومعلبات وايضا يكون هو مورد اقتصادي في انتاج الاسماك وايضا دكتور بأحد تصريحاتك قلت انه هذا الملف طرحناه على رئيس مجلس الوزراء لا مطروح انا امام السيد رئيس الوزراء توقعاتكم نتوقع انه سيحسن انا اعتقد انه جديه والسيد رئيس الوزراء يفكر الحقيقه انا على مستوى الشخص جاي اشوفه يفكر بطريقه غير تقليديه لا يريد أن يستنزف موارد الدولة فقط بل يريد أن يمكن ويهيئ الظروف للقطاع الخاص ويفكر بعقلية بعقل استثمارية متطورة لذلك كل شيء يسمع باستثمار الرجل يدعم يريد مشاريع استثمارية حقيقية تنموية هذا من يصير سياحي من يصير صناعي من يصير أيضا مورد اقتصادي راح يوفر فرص عمل وأيضا يكون مكان ملائم واعتقد ان احنا ان شاء الله ماشيين بهالملف نعم دائما لما نسمع انه هناك ازمه حصص مائيه بين المحافظات دائما يذكر اسم واسط بهذه الازمات او توزيع الغير عادل يعني مثلا شط الغراف ممكن راح يزعلون علينا غير محافظات الحصه الرسميه لمحافظه واسط هي تقريبا 44 الى 45% ولكن محافظه واسط تستلم فقط 30% بالمئة. لا 26 ستة 26. 26 ما شاء الله نقصت بعد 26% سياده المحافظ يعني هل تعتبر واسط مظلومه مائيه؟ شوف من اسست الجداول والنواظم والسدود اسست بدراسات علميه رصينه وبعضها شركات اجنبيه كبرى على مستوى العالم متخصصين ما اجوا اعتباطا اسسوها من خلوا دراسات انه سد... مؤخر سدة الكوت انه لابد ان يكون به منسوب المياه هلقد الغراف 100 لو 180 مثلا الغراف الحقيقه مو فقط حتى احنا حتى في الان مؤخر سدة الكوت عندنا مظلوميه كبيره مناطق جنوب المحافظه من الان نهر الدجيلي عندنا شحه مائيه حتى ما اشرب الان احنا في موسم امطار عندنا شح حتى ما يشرب يعني طوله يصل الى 150 كيلو ايضا عندك الغراف الغراف احنا مناطق كبيره جنوب المحافظه بعض القرى هجرت عن يعني صارت هجره مع الاسف يعني تركوا قرى و الزراعه وتركوا مناطقهم واراضيهم توزيع في الفترة الأخيرة سنوات الأخيرة أيضا الغلبة السياسية أثرت على حتى على الحصص المائية مع الأسف الحصص يعني العلاقة السياسية أيضا تأثير السياسي انه اليوم وزاره الموارد المائيه دراساتها يعني تقول انه حصه واسط 44% في نهر الغراف صح والان اخواننا في الناصريه زعلانين علينا يقولوا تسرقون المياه مالتنا واحنا ما ماخذين مياه يريدون اكثر هو يعطينا 26 الان لا هو يريد يعطينا 10 زين هاي الناس تموت وناس ايضا يقول لك انا صدر المي يطلع من يمي ويروح وانا حصتي ما ماخذها وشوف تظاهرات واعتصامات وقطع صح. شوارع تصير عندنا وقتول حالات قتل صارت عندنا في موضوع وخاصة هذا الآن أعتقد أنه ملف المياه يجب أن تكون بإرادة حقيقية في تنظيمه وتكون عندنا سياسة مائية واقعية حسب الإنتاجية لأن إحنا جاي يصير عندنا ضائعات كثيرة وكبيرة في المياه نعم أيضا يعني أكو مشاريع ممكن تحل أزمات المياه في محافظة واسط يعني ولكن للأسف أصابها التلكؤ اللي ممكن اعطى عطل بيها وما يعني تم اصلاحها وغيره يعني مثل مشروع بدره جصان وتاخير مشروع اواسط تجلي هذه هاي المشاريع الاستراتيجيه الحقيقه ما زالت وزاره الموارد المائيه امكاناتها ضعيفه وما عالجتها هذه المشاريع عندما تنفذ راح تحقق نسبه كبيره من من حل مشاكلنا وخاصة في المناطق الشرقية لمحافظة واسط، الآن عندنا أزمة مياه شرب في بدر وجصان، كبيرة يعني تجاوزات على المياه وهذا أنا أعتقد أن الوزارة نأمل أنه السيد رئيس الوزراء أيضا هو رجل مختص في الزراعة طبعا وعنده أولوية في هذا المجال وإن شاء الله أحنا الحقيقة خل أذكرها أيضا أنه إحنا دائما وزارة الموارد المائية منطيها أهمية أنا بتقديري أهم وزارة من أهم الوزارات في العراق هي الموارد المائية وهناك مقولة أنه دائما نسمعها من أساتذتنا يقول من لا يعرف قيمة الرافدين لا يستحق أن يكون قائد أنا أسمع أفكار دائما تقول وزارة الموارد المائية يجب أن تكون سيادية. نعم بس شوفوا أنت بعض يصير توزيع وزارات ما حد يقبل وزارة الموارد المائية يأخذها ليش ما يقبلون؟ ما بيها فلوس يعني ما بيها فلوس ما يأخذوها ممتاز لا ان شاء الله يا رب يكون اهميه كبرى لهذا الموضوع. يعني ايضا بعض الدراسات اذا نبقى بموضوع الزراعه وعاصمه الزراعه العراقيه انه اكو اكثر من آلاف بستان مثمر حسب الدراسات في محافظه واسط ولكن ايضا بعض التقارير تقول انه جرف اكثر من نصفها، ناس تقول لك لا اكثر من 85% حسب ارقام مختلفه. دور اليوم المحافظ اللي يعتبر رئيس لجنه زراعيه في المحافظه من الحد مثل مثل هيك يعني حقيقه انا اعتبرها جرائم بحق اليوم هي طيب جريمه يعني. نعم في القانون جريمه حقيقة تفتيت الاراضي الزراعيه وخاصه تجريف البساتين من اخطر ملفات الفساد في العراق. وهناك مجموعات نافذه وخاصه عندما ضعفت الدوله بعد بعد حرب داعش شوي صار انشغال اولويات في الدوله صح في محاربة داعش فنفذت أنه هاي المناطق العشوائية وبيع الأراضي الزراعية وما زالت موجودة وتقريبا أغلب البساتين داخل مراكز المدن مع الأسف تم تجريفها وبيعها وبالمليارات أحنا العشرات للقضاء لكن أنا أعتقد أنه الحل الأمثل هو إعادة سلطة وسائل الوحدات الإدارية كانت عدة صلاحية قاضي الجنوب. وهذه مهمه حتى المتجاوز يتوقف لحين ان يشيل التجاوز. هاي لغت بعد 2003 اي نعم تداخل مم. دستوري قانوني. قانوني مفتش الري اتوقع صفه نعم نعم وبالري الان تدري تقدر كان يعني عنده سلطه جد. سلطه 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 قويه بالري واحد يقدر يتجاوز على مضخه، واحد يقدر يفتح مي بالتوقيتات ما تصير تجاوزات، الان انا اعتقد انه شفنا المجلس القضاء الاعلى يدعم بشكل مباشر انه موضوع التجاوزات لكن تدري الان متجاوز على ما قيم عليه دعوه على ما يروح على ما يتكفل على هو باني ومكمل وفتت ونا تبيع صارت منطقه وتجي وتتدري وتدري هسه لا بدينا الحقيقه اجراءات رادعه واحنا الكثيرين للقضاء وهؤلاء وان بعضهم ينتمي الى جهات تحاول تفتيت الاراضي وعندنا مشكله بيئيه حقيقيه يعني المناطق صح. الخضراء بدات الحصر وهذا يشكل شكل خطر حقيقي على البساتين بيئيا وهي جريمه الحقيقه فظيعه انه موضوعة التجاوز على المساحات الخضراء. يعني من خلال كلامك انه فكره واسط عاصمه الزراعه العراقيه راح تكون واسط احد العوامل المؤثره والمهمه بالاكتفاء الذاتي. نعم، هو هذا اللي نريد نوصل له، احنا ممكن في خطتنا نوصل الى 50% من الانتاج الوطني في محاصيل الحبوب الرئيسيه نعم. وممكن اعاده ايضا عباد الشمس زراعه عباد الشمس والذره الصفراء الذره تركوها نعم المنارك. لانه ما يسوق اه المشكله صحيح إنه للاسف آه ايضا ما كانت واسطه الاولى نعم كانت يعني واسطه مشهوره الى بهذه هذه المنتجات ممكن واسطه ان تحققها اذا كان اكو دعم حقيقي للمنتج المحلي نعم. وأقولها بصراحة خلي شوية إحنا نتحملها يجب أن نضع حد لفوضى الاستيراد اللي عاث الخراف في إنتاجنا الآن ما عندنا مصانع أصبحنا استهلاكيين وفي أي أزمة لا سامح الله أزمة نفط الصير إحنا نظل واحد ياكل بالاخر ما عندنا مصانع ما عندنا تمويل ذاتي ما عندنا وشوف الدول اللي كلها مرت بتجاربنا راحت حمة المنتج المحلي وهذا انا اعتقد ظروف العامه اللي مر بها العراق خلانا شويه نتراخب هذا دكتور انا زرت مناطق في محافظه واسط بمواضيع الزراعه يعني خاصه الشمال واسط في تاج الدين ناحيه سيد الشهداء زرت العزيزيه سويرة نعم صويرة ايضا زرتها نعم. حقيقه يعني دائما عندهم عتب كبير جدا على الجهات المختصه مو على كمحافظ نعم. على وزاره الزراعه بموضوع مثلا الاسمده الارتفاع المبالغ بأسعار اللي تركوا اراضيهم سببه يعني اليوم هل اكو سلطه للمحافظه هو هذا يأثر مباشره هذا الملف لا يخلو من الفساد الفلاح يدفع ضريبته لازم توصل مليون ونص مليونين وهي يعني مفترض 150 الف ليش انه يخلونها اثناء الحاجه إليها ما يجهزوها ينتهي الحاجه إليها يلا جهزوها حتى يضطر الفلاح وين يروح يشتري السوق السوداء السوق السوداء منهم سيطر عليه مستوردين محدودين بالعراق هؤلاء هم يسيطرون على هذه المواد اللي هي حاجه سنويًا لها نحتاج يحتاجها الفلاح في بدايه الزراعه وايضا في يعني انا اعرف أنا فلاحين من محافظه واسط يضطر يروح الى محافظات كردستان على مو كذا قدر يعبر له بعض الاسم لان ارخص ذلك انه اعطاء صلاحيه للفلاح انه يستورد مهم جدا عدم احتكارها من بعض النافذين أه. وايضا تشغيل معامل موجوده في وزاره الصناعه ليش بصرة بيجي؟ ليش البصره احنا سنه عطل في حاجه الموسم عدم تشغيل المعمل صار ليش شهر تقريبا ليش عميز. انتهى الموسم هسه شغلنا احنا بعض المواطنين خطيه اشتروا وما بالسوق سوداء فانا اعتقد هو ملف به فساد احتكاره من البعض حتى يسيطرون على الاسعار والفلاح يدفع ضريبتها سنويا مع الاسف. نعم. حتى ياثر على الغله، الغله في الانتاج ياثر عليها بشكل مباشر. طبعا اريد اختم وياك بسؤال يعني يعني بعض المشاكسه لان يعني انا اسئلتي كلها كانت جميله ولطيفه وهذا ربي يخليك. لا يعني نقدر نقول عليك اوسم محافظ لا عم. بالعراق من اوسم منك كمحافظ سا الله يعطينا الصحه والعافيه سا يعني اليوم انه نقدر نقول حضرتك كمحافظ واسط يعني دكتور محمد المياحي تعتبر مستقل سياسيا او محسوب على جهه سياسيه حاليا نعم هو اكو فرق بين ماكو شيء اسمه مستقل كل شخص بالسياسه وانت ايضا خريج علم سياسي ايه؟ الشخص الواحد اللي لديه رؤيه هو يعتبر حزب بحد ذاته. نعم. ماكو شيء انه هو استقلالي، ما دام عندك رؤيه ومؤمن بها فانت تعتبر كيان سياسي. أقول الان انا شخصيا لا اختلف لدي الحقيقه عقيده سياسيه. أه. وانا كنت ايضا اعمل في مجال السياسه وايضا علميا ايضا متخصص في السياسه. صحيح. توجد علاقات سياسيه لكن الان انا لدي كيان سياسي كمحافظ تواصل كمحافظ انا ايضا عندي كتله كيان سياسي أه. و تحالفات نعم. تحالفات سياسيه تحالفات مع من مرتبط به عقائديا وفكريا ومنهجيا وهو يمكن يكون داعم لي في المحافظه فاكو فرق في هذا المجال والحقيقه احنا ايضا نؤمن بالانفتاح على الجميع واحنا مو ناس مثلا منغلقين نريد انا اقول لك يا شعاري كل من يقدم لي خدمة لواسط لي أبو إيده وأقول له أنه بحتاجيك وتعال ساعدنا مو عيب أنه تكون عندنا علاقات سياسية لخدمة محافظتنا كل التحية لك ولحضرتك دكتور محمد جميل المياحي محافظ واسط على كل هذه المعلومات وجوبتك على كل أسئلتنا شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا وأهلا ومرحبا بكم ربي يخليك طبعا حبة المشاهده الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من لقاء خاص نلتقيكم بحلقات اخرى الى اللقاء